مصادر التلقي عند السلف أولاً المصدران الأساسيان، أول مصادر التلقي الكتاب والسنة، وهما الوحيان المعصومان الذين حفظهم الله من التبديل والتغيير. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر تأتي بمعنى القرآن وتأتي بمعنى السنة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني يا محمد أنزلنا عليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. شنو نزل إلينا؟ القرآن الكريم. أنزل الله القرآن الكريم وأنزل الله السنة. لذلك يقول الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن والسنة صنوان لا يفترقان، من أنكر أحدهما فهو يكفر. الذي يقول أنا أؤمن بالقرآن ما أؤمن بالسنة هذا يكفر. الذي يقول يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما يتبع القرآن هذا يكفر. لازم يتبع القرآن والسنة. قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا القرآن أنزل لسعادة البشرية، للتعبد والعمل والاستدلال والتطبيق. لم ينزل القرآن الكريم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يضيق عليهم أو يشدد عليهم أو يلحق بهم الضرر، بل أنزل الله القرآن لسعادة البشرية. وقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. القرآن الكريم ونحشر يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال في القرآن والسنة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أرجعوا هذا الأمر إلى الله إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه العلماء الفقهاء. ولذلك الذين استدلوا أو الذين لم يرجعوا في استدلالاتهم أو تلقيهم للقرآن والسنة انحرفوا وضلوا عن السبيل. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يتخذ سبيل أو منهج يتلقى فيه دينه ويتعبد الله فيه، يتعبد الله بهذا المنهج، وهذا المنهج لم يكن في عهد النبي ولا في عهد أصحابه الذين عناهم الله، يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الآية نزلت في زمن في عند النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد بالمؤمنين من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع طريق غير طريق الصحابة في الاستدلال أو في التعبد، الله قال نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي واحد، أي فرقة، أي منهج، أي جماعة، أي حزب لم يتخذ القرآن منهجا والسنة منهجا واتبع مناهج أفراد أو أئمة أو علماء لابد وأنه يضل، مثل ما قال عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سوف ينهج منهج نهاية ضلال ونهاية خسران ووبال. ولذلك جاء في معنى كلام القيم قال: واعلم بأن كل الطرق الموصلة إلى الله مسدودة. أي طريق تذهب فيه إلى الله نهاية مثل ما يقول سكة سد، مسكر الباب ما ينفتح. طيب أي طريق الذي يفتح؟ واعلم بأن كل الطرق الموصلة إلى الله مسدودة إلا طريق محمد. بس طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو المفتوح. تمشي في طريق تجد نهاية ضلالة، تمشي في طريق تجد فيه انحراف، تذهب في طريق تجد فيه تشدد أو في تساهل أو في معتقد باطل أو في منهج باطل، تكفير أو تفجير أو تفسيق أو الخروج على الأئمة أو تكفير المعاصي بالمعاصي، فتكون نهاية ضلال. نوله ما تولى.